نور الشمس نورك ما بينطفي، لو يختفي حب البشر حبك ما بيختفي. من وقت ما فت على هيدا الدومين من 5 سنين لهلا على طول فكره موجوده انه اعمل ديو انا ووالدي، لان جربناها قبل وغنت مره معي على المسرح وحبيتها كثير العالم، فقلنا ليش لا، وفكره جديده يعني قليل ما موجوده، هي ما في اذا موجوده كمان انه فنان مغني مع والدته اللي هي والدته الحقيقيه، يعني هيك مواضيع بت اسهل انه تمسك اكثر من مواضيع تانية، لانه هيك موضوع ما في حدا ما عنده احساس، ما في حدا ما بيحب امه، كل يعني هيدا موضوع كثير كبير، فدغري حسيته دغري حبيت الكلام، تخيلت عم بقول لها ايه. ان شاء الله يا رب ان شاء الله هيك ما بعرف تحب العالم اهم شيء. انا بقول له سعد مناي غني معك، فعمل اياها مفاجاه جننتني صدقني، هيدا مناي اني غني معه، يعني انا سبق وغنيت وكان اخذت يمكن الميداليه الذهبيه في لبنان ولقبت بام كلثوم، وقت اللي اكتشفت بسعد انه عنده الموهبه فضلت هو يكمل انا اوقف افتح له الطريق لعب. هيدي الأغنية أول شيء أكيد لأمي، يعني بهديها لأمي. أي واحد يمكن هيدا جزء، أنا قلت لها هيدا كدوة عيد ميلادي على عيد الأم، عرفت كيف؟ فهيدا جزء بعرف قد هي كتير حاب الموضوع، بعرف أنه قد ما جبت لها هدية يمكن ما حتكون قد هيدي الهدية. أول شيء بهديها أول شيء أكيد لإلها، وتاني شيء بهديها لكل أمهات العالم، وبقول عن جد أنه أهم شيء بالحياة هو رضا الأم ورضا الوالدين من جنرال، بس الأم شيء تاني، أم إحساس تاني، أم هي التضحية، هي التعب اللي تعبته كرمالنا، فالله لا يحرم حدا من أمه، يعني مثل ما بتقول الغنية كمان للولاد بقول أمك الأم قبل ما تشوف عيونها الولد، قبل ما تشوفوا عيونها بيشوفوا قلبها، ما عم قول بالأغنية قطعة من قلبي، وفعلا الولد قطعة من قلب الأم. سعد ولا مرة قال لي بحبك، ما سمعتها ولا مرة، بس حسيتها ملايين المرات. ما بيقول لي بحبك يا ماما، اشتقت لك يا ماما، هو ما بسمعهم أنا، عيونه بيقولون، أنا قلبي بحسني فيهم، بحسه مش قطعة من قلبي. سعد الكل بيعرف، يمكن أوقات إخواته بيقولوا لي بتميزيه، لا ما بميزه، بحسه قريب مني كتير 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 كتير، و يعني كلمة بحبك ما بتكفيني.